اقسم بالله شوف عليها يمين ان شاء اسال الله الا اكون حانث، واتكلم من واقع تجربه في الرقيه الشرعيه، ان اغلب العين والحسد يقع من هذه الامور، بمن يصور سناب شات ويصور الاكلات والطلعات والسفريات والاولاد والبنات، كل العالم وكل الناس يشوفون تصوير النعم. أنا أقول مو تصوير نعم، استعراض بالنعم، خاصة في مسألة الأولاد والبنات والحريم. الآن أكلنا صوروا، سافرنا أصبحت المرأة تصور والبنت تصور، وبعد فترة وإذا بالطلاق قد حصل بينهم بسبب الحسد والعين، تنقلب تلك النعم إلى نقم، نسأل الله العافية والسلامة. ليش نقول للناس بالنعم اللي أعطانا الله جل وعلا؟ نحمد الله جل وعلا ونشكره، ليش نستعرض بالنعم؟ يا أخي ربما هذا التصوير يذهب لأناس ما عندهم طعام تلك الليلة، وما عندها ما عندك في البيت. لا، بعض النساء ربما تقول أبغى جماعتي وأهلي وأقاربي يشوفون حب زوجي لي. لا، مو شرط. بعد فترة وإذا به يطلقك بالثلاث، وعندي من القصص في هذه في مجال الرقية كثير جداً.